بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة، نلتقي بكم من جديد في هذا اللقاء لاستكمال شرح بعض من عوائق الاتصال، وسيكون لقاءنا في هذا اللقاء يتحدث عن نوعين من العوائق، اللي هي العوائق بالنسبة للمرسل والمعوقات بالنسبة للرسالة. نأتي بداية على العوائق بالنسبة للمرسل، وسنرى ما هي هذه المعيقات أو المعوقات. أولاً، فظاظة وتعالي أو تكبر المرسل على المستقبل. حين يرى المستقبل التعالي، زي ما بيقولوا بحكي من مناخيره هذا الإنسان، فعندنا يكون رفض الرسالة. فهنا ربنا سبحانه وتعالى كيف لما خاطب الرسول صلى الله عليه وسلم وأرشده إلى الطريق السليم، شو قال له؟ فبما رحمة من الله لنت له ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. وقال تعالى: اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري، اذهبا إلى فرعون إنه طغى، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فنرى في كلا المثالين بأن اللين يعني نجاح الاتصال، والفظاظة تعني إعاقته. ورأينا في المثال الثاني كيف أن الله أمر موسى صفوته من خلقه بأن يخاطب فرعون المستكبر والمتعالي باللين، لأن ذلك أوقع في النفس من مخاطبته بفظاظة واستكبار. ونحن في واقعنا الاجتماعي نرفض من يعاملنا أو يخاطبنا من علن وبغلظة وتكبر. ب. الحالة النفسية للمرسل، مزاجه واتجاهاته وثقته بنفسه وسمعته وعدم القدرة على التعبير عما يجول في نفسه. قال تعالى: وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، قوم فرعون ألا يتقون، قال ربي إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني، فأرسل إلى هارون، ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون، قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون، فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن ارسل معنا بني إسرائيل. ففي هذه الآيات نرى بأن موسى كان يعاني من مخاوف التكذيب وعدم الارتياح النفسي وعدم الفصاحة في اللسان والخوف من القتل، لأنه كان مطلوبا من قبل المستقبلين، لأنه قتل أحدهم قبل نبوته وهرب من مصر كلها جراء ذلك، أي أن هناك عدة حواجز بينه وبين المستقبلين، ولكن رعاية الله له مكنته من مخاطبتهم وإيصال رسالته لهم. إذن هنا هاي الحالة، هنا لما بده يحكي معهم شو اللي كان حاسب حسابه في حديثه، استعلاء فرعون أولا، والإضافة إلى ذلك اللي هو خوفه من أنهم يقتلوه وعدم فصاحة اللسان، لأنه كان في عنده لثغة في نتيجة حاجة معينة، فكان ما يفهم الحديث بشكل كامل. نيجي على خطوة جيم أو الصفة جيم أو المعيق الثالث، عدم مخاطبة المستقبل بلغته. يجب أن نخاطب المستقبل بلسانه، وإلا لا يمكن أن يتم الاتصال بنجاح. فمخاطبة المستقبل بغير لغته يعني بناء حواجز بينه وبين المرسل. كذلك من الأفضل مخاطبة صاحب اللهجة بلهجته، والأمي بالعامية، والمتعلم بالفصحى. قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. سبح الله العظيم. إذن هنا آيته يشير لنا بلسان قومه بمعنى بلغتهم ولهجتهم. الشيء الرابع، عدم الفصاحة في الكلام أو الكتابة. قال تعالى: اذهب إلى فرعون إنه طغى، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري
واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي. فقال تعالى: وأخي هارون هو أفصح مني لسانا، فأرسله معي رد أن يصدقني، إني أخاف أن يكذبون. قال: سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما، بآياتنا أنتما ومن تبعكم الغالبون. صدق الله العظيم. نلاحظ من هذه الآيات بأن موسى عليه السلام كان عييا أو غير فصيح في الكلام بسبب عقدة في لسانه جعلته ألفا، وهذا الأمر يعتبر عائقا في تبليغ رسالته إلى الجمهور المستهدف. لذلك طلب موسى إلى الله أن يحل هذه العقدة حتى ينطلق لسانه ويشد عضده بأخيه هارون ليكون ناطقا رسميا له، لأنه أفصح من موسى لسانا وبيانا. وقد عاب فرعون على موسى عليه السلام عدم طلاقة لسانه حتى يصبح حاجزا بينه وبين الجمهور المستهدف في مصر. عندنا هنا السبب أو الحافز المخفي أو إخفاء النوايا. عندنا كلمة أجندة تعني جدول الأعمال أو الموضوع المنوي نقاشه، وهيدن أجندة طبعا اللي هي السبب المخفي، هم سبب مخفي أو حافز سلوكي غير ظاهر للمشاركين في الاتصال. فنجاح عملية الاتصال أو فشلها يعتمد على الأسباب المعلنة أو غير المعلنة للنقاش والحوار بين المرسل والمستقبل. فالأسباب المعلنة أو الصريحة هي تعريفها التعبير عن المشاعر والاتجاهات والاعتقادات بكل صدق وصراحة من أجل تقوية العلاقات أو الصلات الاجتماعية بين الناس، فهي الأساس في صدق التعامل. أما بالنسبة للأسباب غير المعلنة فهي عملية إخفاء النوايا والمشاعر والاتجاهات الصريحة والصادقة تجاه الموضوع المطروح للنقاش. فغياب الصراحة بين المرسل والمستقبل أثناء عملية الاتصال يعني تعثر الاتصال وعدم نجاحه، لأن جسور الثقة تتحطم. عندنا هون نطرح سؤال هذا غير موجود في الكتاب: لماذا يخفي الناس الأسباب والحوافز التي تتعلق بموضوع الاتصال؟ إن كثيرا من الناس يستخدمون أسلوب النوايا الخفية اللي هي إخفاء الأسباب والدوافع وراء السلوك كاستراتيجية من أجل أن يؤثروا نفسيا على الآخرين، ويحاولوا التحكم في سلوكهم متوقعين منهم أن يسلكوا سلوكا معينا في العادة. فالأسباب غير المعلنة أو الدوافع المخفية هي من عوائق الاتصال. لذلك حتى ينجح الاتصال يجب أن نكون صرحاء عند الاتصال بالآخرين عن طريق تعبيرنا الصادق عن مشاعرنا واتجاهاتنا واعتقاداتنا. فالصراحة تؤدي إلى الصدق، والصدق يعني المصداقية وبالتالي الإقناع. إذا من هنا نتيجة نهائية لإظهار نوايا المرسل دائما: لا نريد من وراء إخفاء النوايا، ربما نقدم مقدمات نريد بها إيقاع الآخرين في الشراك وإدارتهم والسيطرة عليهم، من أجل أنه نعرف ما هي مكنونات أنفسهم ونسيرهم حسب ما نريد. فهذا هو المقصود من هذا الاستنتاج القادم نحكي عنه هنا. هسه بنيجي لأن المعوقات بالنسبة للرسالة. إن استقبال الرسالة الاتصالية وفهمها وقبولها قد يعاق من قبل عدة أشياء: ألف، تشويش المعنى الناتج عن استخدام كلمات وعبارات وجمل لها أكثر من معنى، مثل كلمة عين مرت معنا في اللقاء السابق. ب، الحشو الزائد للمعلومات الواردة في الرسالة الاتصالية مما يشتت انتباه المستقبل ويعيق تركيزه على محتوى الرسالة أو الفكرة الرئيسية فيها، مما يقلل من فعالية الاتصال. ج، نقص المعلومات الواردة في الرسالة الاتصالية، فالمعلومات القليلة قد لا تجيب عن الأسئلة الموجودة في ذهن المستقبل، وقد
يؤدي هذا الأمر إلى نتيجة عكسية، دال عدم إرسال الرسالة الاتصالية في وقتها المناسب، مما يجعل المستقبل يتجاهلها ويصرف تركيزه عنها. فمثلا إذا حياك أحد صباحا قائلا مساء الخير، فإنك قد لا ترد عليه أو تستغرب من أمره، أو قد تفهم بأنه يسخر منك، لأن مثل هذه التحية وإن كانت طيبة غير مقبولة لأنها طرحت في غير وقتها. وكثيرا نقول لمن يشاركنا الحديث كلامك جاء في غير وقته. هنا أحيانا برضو قد يرد البعض إضافة إلى ما هو موجود هنا، بقول يلا مش مشكلة كله خير سواء صباح ولا مساء. هذا إذا كنا نشعر من حديث الإنسان اللي بحكي مثل هذا الشيء إنه ما هو قاصد لا الإساءة ولا قاصد عدم الفهم، سوء تقدير منه في الوقت، فحكى مساء الخير أو صباح الخير في وقتها في غير وقتها، فهنا نستقبلها منه. لكن لما تكون مقصودي إنه إنسان طرحها وكأنه يحتقر من أمامه حسب اللهجة والطريقة اللي بيرسل فيها رسالته، هنا بتكون إنها مرفوضة من قبل المستقبل. بنكمل: ها، فيجب أن نحرص على أن تكون الرسالة في الوقت المناسب. ومن هنا نرى أن الدورات البرامجية الإذاعية والتلفزيونية تكون مبنية على أساس إرسال كل برنامج إلى الجمهور المستهدف المناسب في الوقت المناسب والمكان المناسب. واو، أن تكون الرسالة الاتصالية طويلة بحيث يتعذر بثها أو نشرها في وقت محدد قصير، خاصة في حالة الإذاعة والتلفزيون، فخير الكلام ما قل ودل. زين، عدم وجود ترابط منطقي في الرسالة الاتصالية مما يؤدي إلى إرباك المستقبل وتشويش أفكاره. ح، ربما لا تكون الإعادة كافية لإبراز النقاط المهمة إذا كان في إعادة للنقاط الرئيسية. ط، الرقابة على محتوى الرسالة الاتصالية، فالرقابة تعتبر عائق اتصالي لأن الرقيب أو حارس البوابة يقص أو يحذف أو يشطب ما لا يتناسب مع فكره أو قانونه من كلمات أو عبارات أو جمل تؤدي إلى تحريف المعنى وتشويه معنى الرسالة الاتصالية. هنا الرقابة دائما في لها دور كبير في عمليات الاتصال والتواصل من خلال اللي هي سواء الجريدة أو المجلات أو الإذاعة أو التلفزيون، كلها خاضعة للرقابة حسب سياسة الدولة الموجودة والنظام الموجود في أي دولة كان. يا، ربما يكون من الصعب البرهنة أو التحقق من الفكرة الرئيسية التي تدعو إليها الرسالة، فقد تكون الفكرة غريبة أو قديمة أو حديثة بحيث يكون من المتعذر تكذيبها أو تصديقها، خاصة إذا تكون أشياء تتعلق بالخيال ومن هذه الأمور. بالتالي لما بنحاكي فيها أو نخاطب فيها الجمهور يجب أن تكون قريبة إلى ذهنه وقدراته وفهمه للأمور وتقديره لها أيضا. إلى هنا نكتفي بهذا القدر، على أمل اللقاء بكم لاستكمال العناصر الأخرى والتشويش التي يطرأ عليها في عملية الاتصال. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.